أهلا بكم إلى نشرة مفصلة من قناة حضرموت، نستهلها بأبرز العناوين. الرئيس العليمي يستمع إلى فرص الشراكة مع القطاع الخاص الألماني في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية. مجلس الأمن يدعو الحوثيين إلى المرونة وفتح الطرق في تعز. تتشير الحملة الطارئة للتحصين ضد مرض الحصبة في شبوة. وهطول أمطار رعدية متفاوتة على أجزاء واسعة من محافظة حضرموت. من جديد أهلا بكم. بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية عبد العزيز المخلافي الذي يزور العاصمة المؤقتة عدن استطلاع آفاق التعاون والعمل المشترك مع الشراكات الألمانية في بلادنا. واستمع الرئيس من الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية إلى دور الفرقة في خدمة العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية في مختلف المجالات. وعرض المخلافي وهو مستشار رئاسي للشؤون الاقتصادية ما يمكن أن تقدمه الغرفة العربية الألمانية من دعم للإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي في قطاعات الطاقة واللوجستيات والصحة والتعليم والتدريب المهني وإعادة الإعمار، بما في ذلك تعزيز برامج التعاون مع الاتحاد والغرف الصناعية والتجارية اليمنية. وأكد العليمي استعداد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتقديم التسهيلات المطلوبة للشركات الألمانية للعمل في اليمن. دعا مجلس الأمن الدولي ميليشيا الحوثي إلى التصرف بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسة في تعز على الفور. ورحب أعضاء مجلس الأمن بتمديد الهدنة شهرين إضافيين، معبرين عن القلق الشديد من التبعات الإنسانية لإغلاق الطرق في تعز. وشدد المجلس في بيان له على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة لمعالجة الأزمات الإنسانية والاقتصادية وحماية المدنيين، معربا عن أمله في أن تترجم الهدنة المعززة إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة. كما طالب المجلس الأطراف اليمنية بمواصلة مشاركتها مع المبعوث الأممي والتفاوض والتواصل مع بعضها بعضا بروح الاحترام المتبادل والمصالحة. زار رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد بن دغر مقر السفارة اليمنية في البحرين. خلال زيارته التقى بأعضاء السلك الدبلوماسي وعدد من أبناء الجالية اليمنية، وأطلعهم على آخر التطورات على الساحة اليمنية والجهود التي تبذلها الشرعية في تجاوز الأزمة الحالية. وأكد بن دغر أهمية استمرار الهدنة وفتح المنافذ والمعابر كافة ورفع الحصار عن أبناء تعز والوصول إلى سلام عادل وشامل في بلادنا. وفي السياق ذاته أشاد الدكتور بن دغر بدور وموقف البحرين الثابت في دعم اليمن ووحدته وأمنه واستقراره واحتضانها لأبناء الجالية اليمنية وتقديم التسهيلات كافة لهم. شاركت بلادنا في اجتماع مجلس المحافظين 47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية بوفد ترأسه وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب. ويناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بالأداء المالي للبنك للعام 2021 وخطته المستقبلية والنظر في أداء المؤسسات التابعة للبنك الإسلامي. وثمن الوزير باذيب دور البنك الإسلامي في اليمن كشريك فاعل وأساسي في شتى المجالات، مشيدا بالعلاقات التي تمتد إلى أكثر من 4 عقود وأهمية تفهم البنك للظروف المالية التي تمر بها اليمن، معبرا عن التطلع إلى دور أكبر للبنك الإسلامي في المرحلة القادمة فيما يتعلق بالتعافي وإعادة الإعمار. بحث محافظ شبوة عوض العولقي مع مندوب تجاري من شركة طيران شرق أفريقيا إمكانية تسيير رحلات جوية للشركة من وإلى مطار عتق الدولي. وخلال اللقاء أجرى المحافظ العولقي اتصالا هاتفيا برئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد الكابتن صالح بن هيد، وناقش معه عددا من القضايا المتعلقة بالترتيبات الجارية لإعادة تشغيل مطار عتق واستئناف الرحلات الجوية منه وإليها.
وأكد العولقي أن قيادة السلطة المحلية ستعمل على تقديم التسهيلات اللازمة للشركة في هذا الاتجاه. دشن وكيل محافظة شبوة الدكتور عبد القوي لمروق الحملة الطارئة للتحصين ضد مرض الحصبة في 7 مديريات، والتي تستهدف تحصين 91,589 طفلا وطفلة ما بين 6 أشهر إلى 10 أعوام. ونوه الوكيل لمروق بأهمية أهدافها الوقائية للأطفال وحمايتهم من مرض الحصبة القاتل، مشددا على ضرورة تضافر جهود الجميع لإنجاحها في المديريات المستهدفة كافة. من جانبه، أوضح مدير مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور علي الذيب أن الحملة منتشرة في 197 موقعا للتحصين، ويعمل فيها 358 عاملا صحيا. قمنا اليوم بتدشين عمل الفرق التي تقوم بالتحصين ضد الحصبة، مرض الحصبة الذي ظهرت منه بعض الحالات في المحافظة. عدد المستهدفين حوالي 91,000. الفرق العاملة في هذا تجاوز 400 عامل من مشرف ومطعم ومرافق له. وبهذه المناسبة نتقدم الشكر الجزيل لكل عامل في هذا الفريق الذي يلاقونه من تعب من أجل أن يقوموا بتحصين أبنائنا. وكذلك نشكر الوزارة على لفتها السريعة لهذا التحصين الطارئ بسبب انتشار المرض الحصبة. نسأل الله أن يوفق الجميع أن يقوموا بمهامهم على أكمل صورة وأتم حال. بدأت فعاليات الاجتماع الدولي للأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية الذي تستضيفه مملكة السويد على مدى 2 بمناسبة مرور 50 عاما على انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، الذي أقضت فعالياته إلى تطوير القانون البيئي الدولي وإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وفي الاجتماع قدمت سفيرة بلادنا غير المقيم في السويد سحر غانم بيانا باسم الجمهورية، حيث أكدت أن الاجتماع يعد فرصة للعمل على تعافي الكوكب وإحداث تحول حقيقي والتزام متجدد بفكرة المسؤولية الجماعية. وأكدت أهمية تقييم المرحلة السابقة بنجاحاتها وإخفاقاتها من قبل المجتمع الدولي، والبحث عن خيارات وفرص أفضل لمستقبل البشرية. اطلع الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي على خطة الاستجابة للكوارث البيئية بوادي حضرموت، وتعرف في لقائه بمديري هيئتي حماية البيئة والموارد المائية المهندسين عمر بن شهاب ومحمد باحميد على الجانب المتعلق بفرعي الهيئتين العامة لحماية البيئة بالوادي والصحراء والموارد المائية فرع حضرموت، المتضمن خطة لمواجهة مخاطر الكوارث البيئية وإيجاد المعالجات المناسبة في وقتها. وجرى في اللقاء تدارس كيفية تطبيق الخطة والأدوات المناسبة لها والسبل إلى ترتيب لإنجاحها، ودور السلطة المحلية في إعداد خطة استجابة شاملة على مستوى وادي حضرموت تضم جميع الجهات الحكومية الأخرى في عمل تكاملي موحد. كما تم التأكيد أن وادي حضرموت أصبح مهددا بحدوث كوارث بيئية بفعل الفيضانات نتيجة التغيرات المناخية أو الكوارث بسبب التدخل البشري في تلوث المياه الجوفية. هطلت أمطار متوسطة على أجزاء واسعة من محافظة حضرموت بعد تشكيلات سحب رعدية ممطرة ورياح شديدة ظهيرة اليوم، وكانت أرصاد حضرموت قد أصدرت تنبيها باحتمالية امتداد الحالة الجوية لأجزاء من الأرياف الداخلية والهضبة الجنوبية مع تدفق لبعض السيول المحلية من الأودية والشعاب. والآن مشاهدينا نختم معكم بأخبار الطقس والحالة الجوية المتوقعة بمشيئة الله تعالى.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الرئيس العليمي يستمع إلى فرص الشراكة مع القطاع الخاص الألماني في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية. مجلس الأمن يدعو الحوثيين إلى المرونة وفتح الطرق في تعز. تتشيل الحملة الطارئة للتحصين ضد مرض الحصبة في شبوة. وهطول أمطار رعدية متفاوتة على أجزاء واسعة من محافظة حضرموت. إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام نشرتنا التفصيلية. شكرا لطيب المتابعة، ولمزيد من الأخبار تابعوا صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @حضرموت تي في. إلى اللقاء.